حضرتك تكلمنا عن اللقاء على مدار يومين، ايه اللي اتقدم، ايه اكتر الحاجات اللي يعني اللي في مصر في روسيا، اللي موجودة في روسيا بتقدروها سواء في الأدب أو في التاريخ المصري في روسيا. نحن بدعوة من المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم شاركنا في هذا المنتدى الدولي الثاني للمستشرقين، ونحن نمثل المركز الثقافي الروسي العربي في سان بطرسبورغ، بالإضافة إلى وفد يتمثل به الجامعات سانت بطرسبورغ ومكاتب ومكتبات المخطوطات الشرقية. أيضا إن المشاركة في هكذا مناسبة هي دليل واضح على أن روسيا ومصر تتقاربان بوتيرة متسارعة في مجالات مختلفة اقتصادية وسياسية وخاصة الثقافية، لما نعرفه من العلاقات التاريخية ما بين مصر وروسيا. وهناك أول مستشرق أتى إلى روسيا ليعلم اللغة العربية كان مصريا، الشيخ عياد الطنطاوي. وعندما تبنت روسيا المسيحية بعد حوالي 10 أعوام أرسلت وفدا إلى مصر لكي يدرسون التقاليد والقيم الاجتماعية المصرية ليستفيدوا منها في تطوير المجتمع الروسي. ونحن نعرف أيضا أن هذه العلاقة استمرت على مدار كل التاريخ ما بين روسيا ومصر، إن كانت أيام القياصرة الاتحاد السوفيتي أو حتى العصر الحديث. أيام القياصرة كان هناك المؤسسة الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية التي بنت مئات المدارس في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا، وكانت تعلم اللغة العربية في وقت كانت السلطنة العثمانية تدمر اللغة العربية.